بعد ما سمحت الشيخ قال وبارك، فيجب علينا بس ان نقول زي ما قلت الاستاذ العام خير الكلام ما قل الادب. في العبراني بيقولوا ابو خير امار دورو فجولس امراي دورا. والحمد لله بدعاكم دعاء الشيخ والشباب والاخوان وجولس كبلد واحد صوت بلد وعائله واحده. حطوا في راسكم لا يوجد عندنا عائلات ولا يوجد عندنا أولويات، والأفضل هو الذي يجب أن ينتخب نقطة. على هذا الأساس نسأل الله أن يرعاك وتخدم البلد بأمان كما خدمناها سابقا. وما نقول يا إخوان، هذا هو الامتحان، هذا هو عليك البرهان. إحنا بنطلب منك انه يخلق التغيير في جولس، ليس فقط في التطوير، بل اهم شيء قدرنا نوصله في هاي البلد هي النسيج الاجتماعي. بلدنا امتازت بانها زي الكيبوتس، لا فرق بين واحد في الاخر، ولا يمكن ان تكون اي مشاغبه في اي شارع، لانه هيك تعودنا وهيك بدنا يا اخوان، وهيك بنطالب وهيك ان شاء الله بيصير. احنا خلق الاجواء الاهليه بين كل سكان البلد مهمه زي عمليه التطوير والبناء وحل المشاكل خاصه للشباب. فاحنا في هذا المساء اروخ بقولوها في هذا المسار، ونتامل ان شاء الله انك تنجح تحقق امال كلها الشباب والاخوان، وان شاء الله مع الشيخ تستطيع ان تتقدم كثيرا مع كل المجالس، لانه خلقت كانت هنالك نقله نوعيه في كل قرى الطائفه الدرزيه في انتخاب شباب يليقوا وكنا في يركا وابو سامي اليوم. في كل القرى الدرزيه هاي النقله النوعيه بان من يليق قد انتخب، وهذا مهم. ومن اخطا الله يسامحه، ولكن علينا ان نصلح وعلينا ان نبني هذا البلد من جديد. فالف مبروك للجميع. والف مبروك لاهالي جولس. Thank you.